قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إن للشركات الفرنسية دورا مهما في عملية التنمية الجارية في مصر. وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني إلى بحث سبل الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مصريا فرنسيا على أهمية الدفع بإصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية. هناك دور مهم للشركات الفرنسية في العديد من القطاعات، إن كان النقل أو عملية التصنيع أو اللوجستيات. في كل القطاعات الشركات الفرنسية تقوم بدور هام. فرنسا هي المستثمر الأول في مصر باستثناء قطاع المحروقات، وبالتالي تحدثنا عن مزيد من الاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الواعدة والواسعة التي يقدمها الاقتصاد المصري للمستثمر الفرنسي بشكل خاص والمستثمر الأوروبي والغربي والعالمي بشكل عام. وهناك مجالات كثيرة خاصة في ضوء الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها وتتخذها الحكومة المصرية لمزيد من الإصلاح وأيضا توفير بيئة مواتية للاستثمار في مصر. تحدثنا أيضا خاصة أن فرنسا لها دور شديد الأهمية في إصلاح مؤسسات التمويل الدولية والهيكل والبناء المالي العالمي، وهناك مبادرات فرنسية في هذا الشأن.